شكر الله والثناء والحمد لله. حمدنا كثير اللي تحت هيبة قواها الطائرات وموقع أيام الصغير جول انتباه من الكبير للصغير، لابسين البشتة حتى لابسين القبعة. احنا ثقتنا في ولاة الأمر من قطع النظير، وعقولنا تاج المصابيح السماء المتربعة، واللي حفظنا من وصاة محمد الهادي البشير اللي يقوم بعون أخيه ومعون الله معه. لا تقطع رزاق المواطن من مليكه يا وزير، وتحط نفسك في محل الضيت وانت في ساعة تخفي تقارير المريض وتنسدح فوق السرير، واللي يشوفونك يحسبون وجعك مثل وجعك، وانت بخير من فوق الخير والدنيا بخير، وسببت من بين الحكومة والمواطن زعزعة مقوم الدنيا على هلها أبو سنقنطير اللي كنت صاحب المواطن والملك ما يسمع. وأكبر غضب ربي على المامون معدوم الضمير، لا هو مع العشرة ولا السبعة ولا مع الأربعة. نص الكلام وجدت الموضوع الأول والأخير، لمن رعاية والرعاية للوزير المؤدب.